بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درسنا اليوم لماده الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربيه الفكريه الفصل الدراسي الاول معكم المعلمه امل التمامي اليوم باذن الله سنكمل درس العدد ثلاثه اخذنا مجموعه من الاهداف التعليميه حققنا معظمها يتبقى لنا الهدف الاخير وهو الهدف رقم سبعه أن يكتب الطالب والطالبة حل تمارين الكتاب الدراسي. الحصة الماضية قمنا بحل بعض هذه التمارين، التمرين الأول والثاني والثالث. اليوم بإذن الله سأقوم بمراجعة هذه التمارين التي قمنا بحلها في الحصة السابقة، ثم سأبدأ بحل التمارين الجديدة معكم سويا. إذا سنبدأ بالقوانين قبل بدء الحل. هناك قوانين في الدراسه عن بعد مثل المدرسه اول قانون الحرص على الذهاب الى دوره المياه قبل بدء الحصه حتى لا يفوتك الدرس ايضا احضار الكتاب والقلم والممحاه عند الحاجه عدم مغادره الحصه قبل انتهاء الدرس ثم الجلوس بجانب ولي امرك في مكان هادئ جلسه صحيحه هل انتم مستعدون الان طيب خلونا نبدا اولا ب فتح الكتاب على أول نشاط هذا النشاط قمنا بحله في الحصة السابقة سأقوم بمراجعة سريعة له ثم سأبدأ بالتمارين الجديدة المطلوب هنا في نشاط رقم واحد صل العدد ثلاثة بالعدد الذي يطابقه هنا عندي العدد ثلاثة باللون الأخضر وبحثنا عن العدد الذي يطابقه في الأسفل وجدنا أن هذا هو العدد ثلاثة الذي يطابق العدد ثلاثة الموجود فوق قمنا برسم خط مائل بينه وبين العدد ثلاثة الموجود في الأسفل. إذا هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم واحد. تأكدنا من الإجابة الصحيحة. طيب نقلب الصفحة على النشاط الذي يليه. المطلوب في نشاط رقم اثنان صل بين العدد هذا هو العدد وهو ثلاثة والفاكهة التي تمثل مدلوله ثم قم بالتلوين. وجدنا هنا عندي كرز كمثرة موز قمنا بالعد سابقا وجدنا أن الكرز واحد اثنان عددها فقط اثنان إذا سأترك الكرز ولا أقوم بإيصاله للعدد ثلاثة لأنه غير مناسب الكمثرة واحد أيضا غير مناسب ولا يمثل المدلول الصحيح للعدد ثلاثة أما الموز واحد اثنان ثلاثة ثلاثة قطع من الموز إذا هي المدلول المناسب الذي يمثل العدد ثلاثة، سأقوم برسم خط بينه وبين المدلول الذي يمثله. طيب هذا جزء من السؤال، الجزء الثاني مطلوب إني أقوم بتلوين الموز. الموز إيش لونه؟ أحسنتم، أصفر. إذا سأقوم بتلوين الموز باللون الأصفر. أنا فقط الآن أقوم بمراجعة التمارين السابقة، لم أبدأ بدرس اليوم. إذاً لوننا الموز باللون الأصفر. طيب، الآن ننتقل للتمرين الثالث الذي توقفنا عنده في الحصة الماضية. نشاط رقم ثلاثة: ضع دائرة على الطائرة التي تحمل الرقم ثلاثة. هنا عندي مجموعة من الطائرات، كل طائرة يوجد فوقها عدد معين. أنا أريد فقط في هذا التمرين العدد ما هو؟ ثلاثة. ثلاثة. أين وجدنا العدد ثلاثة؟ أين وجدنا العدد ثلاثة؟ في أي طائرة؟ أحسنتم، هذه هي الطائرة التي تمثل العدد ثلاثة. ثلاثة، هل يوجد طائرة أيضاً تحمل العدد ثلاثة؟ خلونا نشوف هذه الطائرة ماذا تحمل أي عدد أخذناه سابقاً؟ أحسنتم، واحد. ماذا عن هذا العدد؟ ممتاز، اثنان، وهنا العدد، ثلاثة الذي هو درسنا لليوم. طيب، الحصة الماضية توقفنا عند هذا النشاط، الآن سأبدأ بالأنشطة الجديدة لدرس اليوم، سأبدأ بنشاط رقم أربعة، اقلب الصفحة على نشاط رقم أربعة. سأقوم بقراءة السؤال، ثم أعطيك فرصة عزيزي الطالب والطالبة للتفكير قليلاً بالحل الصحيح لهذا النشاط. ننتبه: أحط كل ثلاثة عناصر معاً، كما في المثال: هنا مجموعة من الطائرات، لكن أريد أن أكون مجموعات، كل مجموعة داخلها ثلاثة طائرات، مثل هذا المثال: واحد، اثنان، ثلاثة هذه مجموعة أحطناها بدائرة تمثل مجموعة واحدة لكنها تتكون داخلها من ثلاثة عناصر أيضا في الطائرات المتبقية أريد منكم أعزائي الطلاب والطالبات أن تبدأوا بالبحث عن ثلاث طائرات ثم إحاطتها بدائرة نبدأ ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم الآن في نشاط رقم أربعة قلنا المطلوب أن نحيط كل ثلاثة عناصر معا كما في المثال، ووجدنا أن هذا هو المثال موجود في الكتاب. طيب، نبدأ بالعد ثم نقوم بإحاطة هذه الطائرات الثلاث في مجموعة واحدة. يلا نبدأ. واحد اثنان ثلاثة، إذا هنا عندي ثلاثة عناصر. ماذا سأفعل الآن؟ سأضع حولها دائرة لأنها الآن تكون لي مجموعة واحد اثنان ثلاثة أفضل أن الطالب يكتب الأرقام داخل كل طائرة حتى لا ينسى العدد ثم يضع حولها دائرة طيب نبحث ما زال هناك طائرات أخرى أريد أن أمثل أيضا مجموعة تتكون من ثلاثة عناصر يلا خلونا نبدأ نعد الطائرات واحد اثنان ثلاثة إذا هنا لدي ثلاث طائرات ماذا سأفعل الآن؟ أحسنتم سأضع حولها دائرة لأنها الآن تكون مجموعة إذا هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة أخرى وكل مجموعة داخلها فقط ثلاثة ثلاثة طيب أيضا متبقي طائرات خلونا نعد نشوف هل هي تمثل ثلاثة عناصر أو لا واحد اثنان ثلاثه اذا تمثل ثلاثه عناصر اذا ماذا سنفعل سنقوم باحاطتها بدائره هكذا هل هي عندي طائرات لا انتهت الطائرات كل طائراتي وضعت حولها دائره بحيث كل دائره تحتوي على ثلاث طائرات هنا واحد اثنان ثلاثه هذه مجموعه واحد اثنان ثلاثة، هذه مجموعة أخرى. أيضاً واحد اثنان ثلاثة، هذه مجموعة أيضاً أخرى. وهنا واحد اثنان ثلاثة، أيضاً هذه هي المجموعة الأخيرة. إذاً هنا كونت عدة مجموعات لكن داخلها ثلاثة طائرات أو ثلاثة عناصر. إذاً هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم أربعة. انتهينا. تأكدنا من الإجابة الصحيحة إذا لم ينتهي الطالب أرجو منك عزيزي ولي الأمر أن تقوم بإيقاف المقطع لإعطاء فرصة كافية للإجابة الصحيحة والانتهاء من الحل ثم أنتقل للنشاط الذي يليه طيب الآن سنكمل انتهينا من نشاط أربعة نقلب الصفحة على النشاط الذي يليه نشاط رقم خمسة نشاط رقم خمسة افتحنا الصفحة ستشاهد عزيزي الطالب والطالبة نفس الصوره الان الموجوده امامك على الشاشه ساقوم بقراءه السؤال سم العدد ثم لونه هنا عندي عدد بشكل كبير تذكرون هذا العدد اخذناه تدربنا على مدلوله واسمه وترتيبه ما اسمه احسنتم ثلاثه ثلاثه ما رايكم الان ان نمرر اصبعنا في الهواء هكذا ثلاثه ثلاثة أحسنتم طيب الآن سمينا العدد جزء من السؤال مطلوب ثم لونه إذا الآن أحتاج إلى الألوان الخشبية لتلوين العدد إذا مطلوب أن نسمي العدد سميناه مع بعض الآن جاء دورك عزيز الطالب والطالبة أن تختار اللون الذي ترغب أو تفضل من الألوان الخشبية وتبدأ بتلوينه أنا سأقوم باختيار اللون الأحمر وسأبدأ بتلوين العدد ثلاثة باللون الأحمر أنت عزيزي الطالب والطالب اختار اللون اللي تحبه تفضل أزرق أحمر أصفر أي لون أهم شيء نلون العدد هذا هو العدد ثلاثة شوفوا تلاحظون التعرجات. العدد ثلاثة. إذا ماذا فعلت؟ لونت العدد ثلاثة، أنا اخترت اللون الأحمر، أنتم اختاروا اللون اللي تفضلون كذا انتهينا من تلوين العدد ثلاثة إذا لوننا العدد ثلاثة هذا هو الحل المناسب لنشاط رقم خمسة أنا سأتوقف عند هذا النشاط بإذن الله غدا سأكمل بقية الأنشطة الموجودة في الكتاب الدراسي للطالب والطالبة أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم ولا ننسى أعزائي أولياء الأمور أن نقوم بتعميم مهارة العدد الثلاثة من خلال تدريب الطالب على تسمية العدد ترتيبه استخراجه من بين مجموعة من الأعداد أيضا تمثيل مدلول العدد باستخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة